الدولة السعودية إلى الدولة مرة ثانية ومرة ثالثة على يد الملك عبد العزيز رحمه الله. جاءت الدولة السعودية لتعيد الاستقرار لهذه المنطقة على نهج الدولة الإسلامية الأولى وتوحد أغلب أجزائها عن الجزيرة العربية دولة واحدة تقوم على الكتاب والسنة. ضوء الشمس في كل الجهات أتم بناك في أرض المعالي وأسسك المؤسس في ثباتي بحد السيف ترغيبا وقهرا على متن الجياد الصافي نأتي جزاه الله عنا كل خير ملم الشعب من بعد الشتات وأورد حوض سيدنا جزاء وأسكن في الجنان الخالدات فها هم كالذئاب إذا أغارت تريد الفتك ويل للشيعة أغاروا فالقلوب تموت رعبا وأسقطت الرؤوس مع الفرات وأصبحت القذائف في الدياجي تلألأ كالنجوم النيرات وقعقعت الكتائب زاحفات تلاعب بالجبال الراسيات وقود الحرب أرواح الأعادي فهم حطب لنار القاذفات وجوه تكفهر إذا برزنا قتلنا حين لحن الشائعات فماتوا قبل أن يردوا المنايا وما تحديثهم فوق الشفات تنادوا بالشجاعة وارتدوها وإذ نحن فمنها كالعرات بأجسام ضعاف قد تهاوت تحرك بالقلوب الواجفات تبيت فلولهم في كل أرض وباتوا في ليال المبكيات سنثبت في الجبال وفي الفيافي سنصبر في الصوافي وفي الشوات ونفدي الأرض بالأرواح حتى تخضب بالدماء الطاهرات ففي الهيجاء حربون قدما وإن سلم فنحن من الدعاة وإن بطش فنبطش لا نبالي ونثبت إن بلينا بالبغاة وإن نعفو عفونا باقتدار وإن جدنا فأهل المكرمات وإن قمنا نقوم مقام مجد صفات المجد خير الباقيات أنحنا كل مكرمة وسارت مراكبنا وسرنا للدرات لكم يا سيدي حب عظيم تمكن في القلوب النابضات أدام الله ملككم منارا لماضينا وحاضرنا وآتي سنرقبكم غداة العيد عيدا تعايدنا بعيد الأضحيات ومن لا يرقب الغيث المجلي يبأس القحط من وراء النبات.